الأحادية واللاذات Monistic Pantheism and No Self. رؤية أخرى للهوية بيعتنقها أتباع مدرسة الأدفيتا الهندوسية أدفيتا فيدانتا، وبيطلق عليها الرؤية الوحدانية Monistic Pantheism. الأحادية Monism أي إن الواقع كيان واحد متكامل لا يوجد فيه تمييز بين الأشياء، والوحدانية Pantheism إن كل شيء سماوي. طبقا للأدفيتا الواقع المطلق Ultimate Reality اللي عادة ما بيشار إليه في النصوص الهندوسية المقدسة ببراهمن غير متجزئ أو متمايز وفوق كل الصفات بما في ذلك الهوية الشخصية Personhood. الكون بيفيض من براهمن اللي جزء أساسي في طبيعته هو المايا اللي بتخلي من خلاله تنبثق كل الاختلافات التمايزات والفرديات المختلفة، وبالتالي الهوية الفردية مجرد وهم، أو زي ما اللاهوتي والفيلسوف الهندي شانكرا وضح الفكرة في القرن الثامن الميلادي وقال الإناء المصنوع من الصلصال ما هو إلا صلصال في جوهره، شكل الإناء لا يوجد له وجود مستقل، إذن ما هو الإناء؟ مجرد اسم مخترع، شكل الإناء لا يمكن أبدا إدراكه بدون الصلصال، إذن ما هو إلا مظهر؟ الواقع المطلق هو الصلصال نفسه، الكون كله تأثير براهمن، لا يوجد أي شيء آخر غير براهمن، لا يوجد شيء آخر بجانبه. الفرد الذي ما زال يقول أن الكون له وجود مستقل ما زال يعاني من الوهم كرجل يتكلم في نومه. وجادل أن عند وصول الفرد للمواكشة أو التنوير بيتخلص الإنسان من أوهامه ويدرك كيانه ونفسه الحقيقية كبراهمن غير منقسم أو متمايز. تشبيه بليغ عادة ما بيستخدم في الأدبيات الهندوسية لتصوير الفكرة هو أن براهمن هو الفضاء space، والأفراد ما هي إلا الفضاء محاط بالإناء. لما الإناء بيتم تدميره الفضاء اللي بداخل الإناء بيندمج مرة أخرى مع الفضاء الكامل الكبير. التنوير يفتح الإناء والهوية الشخصية في جوهرها وتصبح جزء من حقيقة واحدة غير متميزة هي براهمن. وعملية الفيدانتن من خلالها الفرد بيتخلص من الصفات الخبيثة والسلبية اللي اكتسبها في رحلته من خلال تتابع عملية التناسخ reincarnations. الوحدانية لم تكن فكرة حصرية على الهندوسية فقط، لكن وجدت طريقها في الديانات الإبراهيمية أيضا. في العقيدة اليهودية فكرة الموجود الأعلى الله كائن منفصل عن جميع الموجودات الأخرى مسبب له ووجوده خارج مجسم الزمكان، لكن طبقا للفلسفة الحاسيدية حاسيديزم بالتحديد الحاخام شنور زالمان مؤسس حركة شابات اليهودية الأرثوذكسية في القرن الثامن عشر واللي بتعد حاليا الحركة اليهودية الأكبر في العالم ومقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، جادل إن الله محايف أمنًا في كل المخلوقات. أيوة محايف، أنت سمعت الكلمة صح. المحايفة هي فكرة ميتافيزيقية لاتينية معناها المكوث، بترجع أصولها لأرسطو، واستخدمها كانت في العصور الوسطى بشكل محدد للدلالة على حضور الشيء في ذاته، أي إن الوجود السماوي بيتجسد في العالم المادي. شينور اعتقد إن الله محايث في كل مخلوقاته لسببين رئيسيين. الأول هو المعتقد اليهودي القوي بأن القوى السماوية اللي بسببها وجد العالم لابد وأن تكون حاضرة باستمرار، وغيابها عن الكون ولو للحظات خاطفة ستعيد الوجود لحالة من الانعدام التام كحالة الكون قبل الخلق. والسبب الثاني هو الاعتقاد اليهودي البديهي بأن الله وحدة مطلقة absolute unity، وأنه كامل البساطة أي غير قابل للتجزؤ أو الانقسام، وبالتالي لو قوته دائمة موجودة في الطبيعة طبقا للمعتقد الأول وهو كامل البساطة غير منقسم، إذن جوهره كامن في الطبيعة بكل صورها. طبعا مش محتاج أقولك إن الرؤية دي قابلت اعتراض كبير جدا داخل الديانة اليهودية. حاخام العصور الوسطى ديلينا جاون وأحد قادة المدرسة الحاسيدمية عارض الفكرة بشدة، واعتقد إنها حتقود لفلسفة يهودية وحدانية،
اللي في اعتقاده هرطقة وحياد عن العقيدة اليهودية السليمة، ومن بعده الحاخام والفيلسوف اليهودي الأشهر موسى ابن ميمون مايمونيديز في عمله الخالد دلالة الحائرين Guide for the Perplexed اللي نشره في القرن الثاني عشر بنص عربي، جادل إن الله موجود روحي سبب كل الموجودات الأخرى. وطبقا لابن ميمون الاعتراف بمادية الله هو بمثابة اعتراف بتعقيد في الله بيناقض أصل الله كامل البساطة ويعد بدعة وهرطقة. أما في العقيدة الإسلامية بالرغم من أن الاعتقاد الغالب عند معظم المؤمنين هو وحدانية الله واستقلاله عن سائر الموجودات واجب الوجود مسبب أول خارج على الزمان والمكان، إلا أن في بعض القراءات الأخرى قد تقود لرؤية وحدانية. على سبيل المثال أستاذ الدراسات الإسلامية الأمريكية فانسيت كورنيل جادل أن القرآن بيقدم صورة وحدانية لله بوصفه الواقع بأنه كامل موحد مع كون الله مفهوم واحد تنسب إليه كل الكائنات والموجودات. مثلا في سورة الحديد الآية 3 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لكن التيار الصوفي الإسلامي صوفيزم كان أهم الطارحين لرؤية وحدانية في التاريخ الإسلامي. أهم صور الرؤية الوحدانية قدمها الشاعر المتصوف والفقيه الحنفي الفارسي مولانا جلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية في عمله الخالد المثنوي لما قال في المحل من أجل الوحدة أي شيء تراه هناك إلا واحد هو المعبود. لكن يمكن أهم وحداني في التاريخ الإسلامي هو الفيلسوف وأحد أهم المتصوفين الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي اللي طور مفهوم وحدة الوجود Unity of Being ولخص فكرته بكلماته البديعة في عمله الخالد فصوص الحكم وقال يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع. اللي ناقشنا أفكاره بتفصيل كبير في حلقة إشكالية التعددية الدينية. طبقاً لمفهوم الأناتمان أو اللا ذات في الميتافيزياء البوذية بودست ميتافيزيكس لا يوجد شيء ذا وجود مستقل، لا توجد مواد مستقلة. بنفس الصورة اللي طرحناها مدرسة الأدفيتا الهندوسية مدرسة المهيانا البوذية طرحت فكرة إن الهوية الشخصية لا وجود لها وإن اعتقدنا في وجود ذاتية مستقلة مجرد وهم. لكن على النقيض من رؤية الأدفيتا بتعترف بوجود تجارب، رغبات، مشاعر وميول متعددة حقيقية وفي حالة تغير مستمر، لكن مازال لا توجد ذات فردية. في تعليم بوذا أنتلاخانا السوتا سمات اللا ذات The Not Self Characteristic الجسد ليس الذات، لأن لو كان الجسد هو الذات لما أصابه المرض، والمشاعر ليست الذات، والإدراك ليس الذات، والعمليات العقلية ليست الذات، والوعي ليس الذات، فلو كان الوعي هو الذات معتل. علشان أبسط لك الفكرة هضرب لك مثال مشهور في الأدبيات البوذية، العربة ليست العجل ولا الهيكل ولا المحاور، فهي ليست أي من الأجزاء المستقلة ولا هي الأجزاء المستقلة مجتمعة، ومع ذلك ما هي إلا الأجزاء المكونة لها، لكنها ما هي إلا صوت كلمة العربة، وهكذا ذات الفرد.